مرحبا بكم. الناس منذ القدم دائما في سباق الأبنية المرتفعة، حيث توجد العديد من الأبنية الضخمة بالعالم، فعلى سبيل المثال الأهرامات المصرية وبرج إيفل بفرنسا. ومما لا شك فيه أن تطور التكنولوجي بالقرن العشرين قد أثر أيضا بالأبنية، خاصة تلك الأبنية المرتفعة التي أنشئت بالمراكز التجارية في أمريكا بشيكاغو ونيويورك. أما بالوقت الحالي تعد الصين صاحبة أكبر ناطحات سحاب بالعالم، حيث يوجد في هونغ كونغ وحدها أكثر من 1000 ناطحة سحاب. وفي السابق كان أكبر بناء بالعالم يوجد في شنغهاي بالصين، وهو برج شنغهاي، حيث يبلغ طوله 632 متر، وهو يقع في المرتبة الثانية بعد برج خليفة بدبي والذي يبلغ 828 متر، فهو أطول بناء في العالم. يتكون برج خليفة من 163 طابق، فبناء بذلك الارتفاع يعد كالخيال بالنسبة لمن لم يراه من قبل. حسنا، هل نستطع بناء ناطحات سحاب أطول من ذلك؟ فلنرى ذلك سويا بذلك الفيديو. ربما تعد فكرة مجنونة، ولكننا لا نعلم ما سيحدث بالمستقبل. ولكن قبل أن نبدأ في موضوعنا، ادعمونا بإعجاب لاستمرار تلك النوعية من الفيديوهات. قبل التحدث عن فكرة ناطحات السحاب ذات المليار طابق، أولا سنتحدث عن بناء سيجعل برج خليفة يفقد في المستقبل القريب لقب أطول بناء في العالم. هو مشروع إن تم إنشاؤه سيصبح أكبر من الهرم الأكبر 10 أضعاف، كما يستطيع 700 إنسان العيش بداخله. سيكون أكبر بناء في العالم، حيث سيكون عدد الطوابق به 240 طابق. ووفقا للتوقعات فإنه يمكن بناؤه في خلال 50 أو 60 عام. إذن فإن تلك المدة طويلة من أجل بناء ذو 240 طابق فقط، يجعل فكرة إنشاء بناء ذو مليار طابق أمر شبه مستحيل، أو على الأقل هو مستحيل بالنسبة إلى التكنولوجيا الحالية. وليس هناك سبب لعدم بناء ناطحات سحاب ذات مليار طابق، نستطيع تخيل كيف سيتم ذلك. في البداية سنضع الأساس والحوائط لأول طابق، ثم نبدأ بالارتفاع وزيادة عدد الطوابق مستخدمين الحديد، أي أن الأكثر أهمية هو الأساس والجزء السفلي، فإن لم يتم بناؤه بشكل سليم سيتسبب انهيار المبنى كله. وصرح أحد من قاموا ببناء برج خليفة على حسابه الخاص أن برج خليفة يمكن أن يصل إلى 8000 متر، ولكن تم إنشاؤه بذلك الارتفاع، فإن كان هناك إمكانية لبنائه بشكل أطول من ذلك لقام مهندسي دبي والمهندسين الأجانب بالقيام بذلك. إن استمر المعماريون في بناء ناطحات سحاب بشكل أكبر من ذلك، ربما يتجاوز قمة جبل إيفرست. أما الوصول لارتفاع أطول من ذلك لن يكون بالأمر البسيط، حيث سيكون هناك حاجة لأرضية أكثر اتساعاً. إن أرادوا بناء ناطحة سحاب بارتفاع 10000 متر على سبيل المثال، واتخذوا التدابير اللازمة من أجل ذلك، سيواجههم خطر آخر، وهو الرياح، والتي ربما تتسبب في سقوط البناء كالشجر وحدوث ملايين من الأضرار التي لا يرغب بها أحد. تأكدوا أنكم لن ترغبوا بالعيش أبدا في بناء بذلك الارتفاع الشاهق، حيث ستواجهكم الكثير من المشاكل مثل اهتزاز المبنى متأثرا بالرياح. ومن أجل أن يحل المعماريون تلك المشاكل، هم بحاجة إلى الكثير من المال من الحكومة والشركات الكبرى. كيف سيكون شكل ناطحات السحاب تلك؟ دائرية أم مربعة أم شيء آخر؟ الأكثر منطقية أن يكون بناء شبيها بالصندوق، ويجب استخدام أكثر الأدوات استخداما وأمانا من أجل سلامة البناء، كما أنه يجب استخدام أثقل أنواع الحديد بالعالم حتى لا تؤثر به الرياح، كما يمكن استخدام نوافذ من الألمنيوم الشفاف فهو أكثر صلابة من الزجاج. وبهذا الشكل يمكننا إنشاء ناطحة سحاب بارتفاع 15000 متر. والشيء الآخر الذي نحتاجه في مثل ذلك المبنى بالتأكيد هو المصعد، فيجب تصميم نظاما للمصاعد بتلك الأبنية تتوازن مع ارتفاعها، فإنه لا يرغب أحد بانتظار المصعد 20 دقيقة من أجل قدومه أو انتظار 10 دقائق بداخله، فيجب أن يكون المصعد مصمم على أن يصعد لأعلى ارتفاع بسرعة قصوى تحسبا لحدوث حالة حرجة. ولكن لتصميم مثل ذلك المصعد يلزمه الكثير من الأموال، تلك المشاكل التي رأيتموها ستظهر فقط عند إنشاء ناطحة سحاب ذات 15000 طابق. والآن لنفكر بإنشاء ناطحة سحاب أكثر ارتفاعا، لنقل مثلا 100000 طابق. يمكنكم رؤية ذلك الارتفاع كما لو أنه محطة أقمار صناعية، إلا أن هناك مشاكل مختلفة لذلك الارتفاع، فإن الأقمار الصناعية تحتل مساحة بمدار الأرض وتتراوح بين 160 إلى 2000 كيلومتر تدور حولها مخلفاتها من كل الأطراف،
ووفقا لتوقعات وكالة ناسا هناك أكثر من 170 مليون جزء من المخلفات بالفضاء، ذلك العدد يزداد كل عام. لذا إن أحد مشاكل العالم بالمستقبل هي تلوث الفضاء، فإن مخلفات تلك الأقمار تتجول حولها بمسافة تصل إلى 150 كيلومتر، ذلك ربما يتحول إلى عنصر قاتل. قد وعد العلماء بتنظيف الفضاء، وربما أيضا سيتم البدء في إنقاذ الفضاء. إن تمكنوا من تنظيف الفضاء من تلك الأجزاء، ربما يصبح الفضاء أكثر أمانا. حل تلك المشكلة يأخذ وقتا طويلا، لذا إن أردنا بناء ناطحة سحاب بذلك الارتفاع، يجب أولا أن نحميها من تلك الأجزاء والمخلفات التي بالفضاء. ولفعل ذلك تلزمنا معدات وأدوات أكثر أمانا. إن استطعنا تحقيق ذلك يمكننا الارتفاع بناطحة السحاب حتى تصل إلى 10 ملايين طابق. وأيضا إن تم إنشاء ناطحة سحاب بذلك الارتفاع وتم تأمينها يمكننا الارتفاع أكثر وأكثر وحتى نصل لمليارات الطوابق. ولكن الخبراء يرون أننا حتى إن توصلنا إلى ذلك التخطيط والتكنولوجيا التي تمكننا من بناء ناطحة سحاب بمليارات الطوابق، فإن الأدوات لن تكن كافية. فإنه من أجل بناء مثل ذلك البناء يجب أخذ جميع الأدوات التي بالعالم، ذلك يضع العالم في موقف صعب. لذا فإنه لعدم وجود مصادر كافية على الأرض يجب البحث عن بديل في الكواكب الأخرى. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.